وبركاته. النهارده معانا فيديو جديد من احسن الاشخاص، معانا فيديو كويس 100% كويس ان شاء الله، ربنا يسهل عليه وربنا يستر اللي بتستر يا رب، استرها علينا يا رب وعلى عبادك يا رب الصالحين. النهارده معانا فيديو الصيد والميه ترعى، جبنا الطعم والسنانير، جبنا كل حاجه. خليكم معانا في الفيديو، يلا بينا. يلا دلوقتي يا جماعه نبدا الصيد. طبعا ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتتابع الجلسه الصوتيه الجديده. يلا يا حمام افتح الكيس. ايه؟ الكيس. وبعدين خدنا حاجه نحط فيها. ما لما نطلع سمك الاول اسمع. خدنا حاجه احنا. لما نطلع اه جدا. اه صح. ايه هو؟ لازم يا جماعه اخلع دي عشان ما تتعص. وطبعا يا جماعه اشترينا طعم، طبعا بتوع ياي وباي ما يتفرجوش على الفيديو ده لان الفيديو ده فيه حاجات حلوه جدا. بص بصوا وقع يا جماعه طعمه عادي يا جماعه، طب احنا كده كده بنموتوها. طبعا يا جماعه ما تنسوش اللايك واشترك في القناه ده كل جديد عشان نوصل اكتر عدد من المشتركين اكتر عدد من اللايكات. خليكم معانا واستمتعوا بالفيديو. هناك ولدين يذهبان الى الدرعه بس كانت سنارته حقتهما وكان معهم كابهما ومعهم الخماز وكان معهم الطعم ولكن الطعم كان سيخرب وكان الطعم مثل البقره ما يصطاد قرموط وكان الخماز يهمز لنا في الخط الغماز هذا مستقل على حاله الهوى يأتي الهوى يأتي ويمده إصبعيه ويمده واحنا نعتقد انه هو بيتهمم وهو يبني الذين يضحك علينا. لماذا نصطاد؟ الصيد قلنا انه يحتاج الى الصبر، قلنا لا هو يحتاج الى غماز حلو، يأكلها السمك وفي نفس الحال يأكله ونأكله نحن، نأكله بطعام إذا طلع معنا سمكة واحدة نقول الحمد لله، ولكن هذه الترعة ما بقاش ولا نص سمكة ميتة حتى، لا وبعد جبنا سنون قلنا والعيب في مين بالظبط يا جماعة؟ مش عارف العيب. كل مرة على هيك
اول سمكه سمكه قمار شفتوا بس طعم شوربكم بجد ما كنتوا متوقعين شباب كل سمكه عايزه مش عارف يا سمك كم بس عادي مش مشكلة. أنا سمك. أبني فوق التليفون. خلصت كم سمكة لغاية دلوقتي؟ بعدش يا ابني عشان بلاش أعد عشان ما تصدوش. أنوسة أنت فين دلوقتي؟ أنس مال؟ مية جمّن المية. عند المية؟ تعال. ودي سواك المية، سرع المية. وبعد يا جماعة ما روحنا البيت استنى شوية سمك طيبين، طبعا ما صورناش كله لان هيبقى طويل جدا. وبعد ما استنى سمك وظبطنا الدنيا حطيناهم في شوية مية السمك اهو. بص يا جماعة بقى، وفي برضو شوية سمك حلوين. المرة الجاية ان شاء الله هيبقى فيه، لو وصلت الفيديو ده ليه 15 لايك هيبقى فيه فيديو زي ده المرة الجاية، بس هيكون في مكان احسن وطلعوا سمك احسن. يا جماعة كنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، طبعا ما عرفناش نصور كل السمك اللي طلعناه لان الليل كان ليل وما عرفناش نحطه هنا برضو علشان الحلة ما كانتش واخدة. وبكده يا جماعة كنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.